المليتر راهي ضايعه يا اخي. شوف ندير المشكل تاع الشعب هذا صدير كاع رانا نخلصوا حنا بصح ممكن ما يسقدوش. جاو المصالح تاع البلديه هكا شافوا ما كان والو. طيب ماذا يا لا لا لوبي تاني كيف كيف جافوا شافوا هكا دور مناقد قعدوا واحد السيمانه ولاو بغاو يخدموا قال لك لا عاود السلطات ما سمحوهمش باش يحفروا وما نعرف. شوف المشكل تاع تقول لي ما نهدرش تغيدك اهدر اهدر تموت على الاقل تموت شهيد. جاو صوروه هنايا وكل شيء وهذه وما كان تا والو. انا فايت العام ونص هنايا راك تشوف بعينك. هذا في الليل ما تامنش كي كنت كاع الناس طافين السقاقي ما تامنش زيدي قوة. هذه هي نروح ونجو نقولوا حرام. هذه هي حرام تكذير كاع نتحاسبوا عليها. يعطيك الصحة. انا هذه الكلمة اللي بغيت تقولها. اما كان لا مسؤول لا كذا ما احنا ما نخافوا حتى من حاجة. احنا كاين امور لازم نحطوها باش المسؤول يجي يخدمها. خويا جاو صوروهم جاو السلطة صوروهم ومنا وهذه قال لك غادي نحفرهم هذه السيمانة راها في ست شهور. ست شهور ما عاودش بانوا كاع. وبالك كاين الناس في ديرها ما عندهاش الماء باه تشرب. والله ما عندهم الماء راهم يجيو يشكيو يشوفوا هنايا يقعدوا يشوفوا بعينيهم على الماء. الدواوي اللي نصورهم ساكن قال لك رانا بلا ما وهنا راه عندنا الماء والحمد لله راه ضايع. الزياده راه عندنا هنا تاع الماء ما تصير. دروك ندخلك لداخل الحانوت ما كاينش الماء ما كاينش الماء واف ما كاينش الماء. وبرا كاين وبرا كاين تكون قاطعينها بالبانا مانيش عارف انا. هذه لالي الكبيره هذه ايوا الله يجيب الخير. ربي يجيب الخير. الله يحفظك خويا سالم. الله يعطيك الخير. على كل حال احنا بدينا باول نقطه صورنا تحت المرشي هذاك كما شفتوه راه كارثه صايب بداو يسرقوا الاصوالح. احنا النقطه الثانيه باش نوجهها للسيد الوالي مباشره السي يوسف بشلاوي باللي رانا عادة في حي أوجليدة. النقطة الثانية هي الماء اللي راه ضايع أكثر من سنة ونصف هو راهو مقطوع.